الثامن من أيار عام 88، الثانية صباحاً، لاحق شرطي متخف في أونتاريو بسيارة مستأجرة على طريق معبد منعزل. إنها مهمة جبارة أن تفعل هذا في ذلك الوقت المتأخر ليلاً دون أن يراك أحد، خاصة عندما تسطع الأنوار الأمامية من على بعد أميال في هذه المنطقة الريفية. بعد بزوغ الفجر داخل قسم من الغابة، وجدوا دليلاً على أكثر قاتلي كندا وحشيةً. على مقياس من 1 إلى 10 كانت هذه الأكثر وحشية. إلى جانب الشرطة هناك من يسجلون التحقيقات على الأوراق والأفلام والأشرطة. إنهم الشاهد الأول بالنسبة للرأي العام. فصول الجريمة المظلمة هذه هي ما سجلته عدساتهم. في اليوم العادي هناك أكثر من 35,000 في السجون الكندية. تعداد المجرمين يفوق سكان مدينة صغيرة. سيقضي بعضهم ما تبقى من حياته وراء القضبان، وآخرون سيعودون إلى المجتمع ليعيشوا حياة مثمرة هادئة. لكن بعض النزلاء يسببون القلق لسلطات السجون أكثر من أي أمر آخر، الذين سيطلق سراحهم من كل بد يوماً ما، مع أن الدلالات تشير إلى أنهم سيرتكبون جرائم أخطر. في الثمانينيات من القرن الماضي كان من هؤلاء شخص يدعى دوغلاس وورث. كان دوغ وورث في تلك الفترة مجرماً محترفاً، دخل في مشاكل بسبب أمور يفعلها الشباب عادة كسرقة السيارة، ثم ازدادت نسبة السوابق في سجله، فبدأ يتجول في الريف، وانتهى به المطاف في أونتاريو حيث قام باعتداء جنسي خطير هناك. آخر ما أدين به هو اغتصاب شابة هندية. في تلك الحادثة أمسك بفتاة وجرها إلى شاحنة وخنقها بحزامه. حقيقة ما فعله كان اعتداء وحشيا وجنسيا على تلك المرأة الشابة. حكم عليه بالسجن 8 سنوات بتهمة الاغتصاب، وعندما مرت السنوات لم يظهر أي علامات على إعادة تأهيله، وإن طرأ تغيير فهو زيادة نزعته الإجرامية أكثر من ذي قبل. عندما يكون مهتاجاً كان يقوم بسكب البول والبراز على نزلاء السجن الآخرين أو ضباط الإصلاحية. في إحدى المرات وجدت معه قصاصات من جريدة تتحدث عن مغتصب يوركشاير الذي أرعب إنجلترا، وقد كتب على المقالة أنه سيكون تحقيقاً لحلم حياته. صرح أنه سينشر الخراب في المجتمع كانتقام على السنوات التي قضاها في السجن، وأنه سيذهب إلى باحة مدرسة ومعه فأس حتى يقطع الأطفال. وصرح أيضاً بأنه سيجعل القاتل المتسلسل الشهير كليفورد أولسن يبدو مبتدئاً مقارنة به. كان يفعل كل شيء يشير إلى عدم إطلاق سراحه في المجتمع. رفض دوغلاس وورث أي فرصة لإطلاق سراح مبكر، ولكن مع انتهاء مدة السجن المحددة لن تبقيه السلطات في السجن إلى الأبد. عندما انتهت سنوات سجنه كان عليهم إطلاق سراحه، وهناك لن يتحكموا فيه إذ لم يكن إطلاق سراحه مشروطا، لكنهم سيراقبونه. ربيع عام 87،
مع بقاء عدة أشهر على نهاية مدة حكمه، حاول كاتب سير ذاتية أن يجعل نزيل السجن يقر بأنه مجنون. بمعنى آخر، كانوا قلقين جداً لدرجة أنهم أحضروا خبراء كي يحددوا إن كان يعاني خللاً عقلياً. فإن كان الشخص يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، يجب عندها أن يدخل إلى مصح عقلي. وضع دوغلاس وورث تحت الاختبار لمدة 30 يوماً في مستشفى فائق الحماية للأمراض النفسية. الخبراء النفسيون الذين قابلوه قالوا إن الخلل الذي يعانيه لا علاج له عندهم، وشخصت حالته على أنها بداية اضطراب عقلي. وقرروا أن هذه الأعراض التي يعانيها غير كافية لإدخاله مصحاً عقلياً. القانون هو القانون. لقد أكمل مدة حكمه والآن سيطلقون سراحه. يجب أن يفعلوا ذلك. في حزيران عام 87، رغم المخاوف، أطلق سراح دوغلاس وورث. علمت السلطات أن وجهته إدمونتون ألبرتا، وهو المكان الذي ارتكب فيه آخر جرائمه. كانوا يعلمون أن دوغ وورث سيسبب المشاكل. اتصلوا بإدمونتون وأخبروه بأنه يتجه إليهم. في إدمونتون اتصل دوغلاس وورث بامرأة تدعى ماري كيلي وابنها الصغير تشون. أول مرة قابلت ماري كيلي دوغلاس وورث كانت عندما ذهبت لزيارة صديق أو شخص ما في السجن الذي كان يحتجز فيه دوغلاس وورث. تعرفت إليه، وكنتيجة لذلك أكملا علاقتهما بعد خروجه. أما شون كيلي فهو ابنها من علاقة أخرى. كان رجلاً عنيفاً، وعرف عنه أنه كان يضربها وبشدة. كانت تبقى في المنزل لفترات طويلة بسبب جروحها، وهذا ما أدى بها إلى البحث عن علاقة جديدة. لفترة ما راقب مفتشو المباحث وشرطة إدمونتون أيضاً تحركاته، ولكنه ابتعد تدريجياً وعاد ثانية إلى أونتاريو. بحلول الخريف كان مكان إقامة دوغلاس وورث مجهولاً. مدان سابق خطير لم يعد تحت المراقبة. تشرين الثاني، برامبتون أونتاريو، غربي تورنتو. مع أنه يعتبر مجتمعاً آمناً، إلا أنه يواجه تحدياته الخاصة عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون. أصبحت برامبتون مقراً للمنازل الجماعية ومراكز الشباب. هم يقطنون منازل مستأجرة كثيرة وسط المدينة. هذه المنازل تستأجر ليوم أو لأسبوع أو لشهر. كان لهذه المنازل مشاكل دائمة مع الشرطة لأنها تضم مرتحلين، ومن الصعب العثور على أشخاص أو التحقيق بين المرتحلين. كانون الأول عام 87، فتاة صغيرة أصولها من ساسكاتشوان تدعى ترينا كامبل كانت جديدة على المدينة. ترينا كامبل فتاة عمرها 12 سنة، كانت تعاني مشاكل عدة ليست من فعلها. عانى والدها مشاكل خطيرة حتى انتهى بها المطاف إلى عائلة أخرى. كانت ترينا مصدراً للمشاكل، وذلك بسبب ماضيها. هربت من والديها بالتبني عدة مرات، لدرجة أنهما أصبحا قلقين من عدم قدرتهما على التحكم فيها. شعروا بأن أفضل شيء لترينا هو الابتعاد عن العائلة قليلاً حتى تنضبط أكثر، فأرسلوها إلى منزل جماعي في برامبتون.
كانت ترينا في 12 من عمرها، ولكن تفكيرها كمن في العشرة على عكس من هم في عمرها والذين لديهم خبرة حياتية. كانت فتاة صغيرة جدا تحتاج إلى الحب والرعاية. في 11 من كانون الأول توجهت تيرينا إلى مدرسة قريبة في ستريتسفيل. وصلت إلى المدرسة بالحافلة، وبعد انتهاء الدوام ركبت الحافلة لكي تنزل في المكان المعتاد الذي تنزل فيه حتى تعود إلى المنزل الجماعي. شاهدها سائق الباص وهي تنزل ولم تشاهد بعدها. بناء على ماضي تيرينا افترض العاملون في المنزل الجماعي أنها هربت. ربما اتجهت غربا للبحث عن والدها، فقد صرحت سابقا أنها تريد فعل ذلك. بعد مرور الوقت نمت مخاوفنا أكثر فأكثر. بعد أيام جندت الشرطة متطوعين من العامة وبدأوا البحث عنها في منطقة برامبتون. إذا رأها أحدهم فنحن بانتظار اتصاله. كانت عملية تحقيق مكثفة، وفي تلك المرحلة غمرنا المدينة ومنطقة ستريتفيل بعشرة آلاف ملصق عن الفتاة المفقودة. أقصد أننا بحثنا في الأحياء ووسط مدينة برامبتون حتى نعرف من شاهدها آخر مرة، ولسوء الحظ كان الوضع مخيباً للآمال. لقد كانت جديدة على المجتمع ولم يعرفها أحد. فعلنا كل ما باستطاعتنا لنعثر عليها. بحلول كانون الثاني بدأت الشرطة تخشى الأسوأ. بعد أن أصبحت الأيام أسابيع وأشهر ازداد احتمال حدوث أمر مأساوي لترينا كامبل. مع أنه لا يوجد دليل يشير إلى قتلها، إلا أن القضية تحولت لقسم الجرائم في الشرطة الإقليمية، ويعمل عليها الآن المحققان إدوارد توي ولين فافيرو. مهمتهما الأساسية التعمق في المعلومات المبهمة من العامة. كانت هناك معلومات كثيرة جداً من أشخاص أرادوا تقديم يد المساعدة إلينا، حاولوا أن يمدونا بشيء يمكننا من تحديد مكان ترينا، لكن لم تفدنا أي منها حينها. كانوا أشخاصاً مقتنعين بأنهم رأوا فتاة تشبه ترينا كامبل، ولكن لم يتحدثوا إليها. لم نستطع تتبعها لأبعد من الليلة التي اختفت فيها. بينما المحققون يقومون بعملهم لم يكونوا على علم بحقيقة مزعجة بعد. حينئذ كان دوغلاس وورث المدان السابق في المنطقة. ترك ماري كيلي وابنها في إدمونتون ويعيش وحده في منزل مستأجر وسط مدينة برامبتون، غير بعيد عن المكان الذي شوهدت فيه تيرينا كامبل آخر مرة. لم تكن لدينا أي فكرة أن هذا المجرم السادي انتقل لمنطقتنا. في الأسابيع التالية لاختفاء الفتاة لاحظ أشخاص سكنوا حول دوغلاس وورث سلوكه الغريب وتنام ارتيابهم. بالنسبة لكثيرين كان يبدو كقنبلة موقودة توشك على الانفجار. شباط عام 88 في برامبتون أونتاريو، مر شهران على اختفاء تيرينا كامبل وعمرها 12 سنة. رغم الخوف من أن تكون ضحية جريمة قتل، إلا أن الشرطة لا تمتلك أدلة ملموسة وما زالت تصنف على أنها شخص مفقود. في الوقت نفسه المدان السابق دوغلاس وورث يعيش في المنطقة، ومعه الآن صديقته ماري كيلي وابنها شون. رغم طباعه العنيفة إلا أن ماري تبعته قادمة من إدمونتون. آذار عام 88، بالإضافة لعنفه الظاهر تنامى خوف دوغلاس وارتيابه من أن الشرطة ستجد سبباً ما لتعيده خلف القضبان. وفي لحظة اعتراف يكشف لماري تورطه في أمر غير قانوني، ودون أن يخبرها بالتفاصيل طلب مساعدتها لإخفاء بعض الأدلة التي تدينه والتي خبأها قبل عدة أشهر. He
أخبر ماري أن لديه أسلحة مخزنة في واد، وإذا قبض عليه ومعه هذه الأسلحة ستسبب له مشاكل جمع. بعد استئجار سيارة لإنجاز المهمة، قادت ماري كيلي السيارة ومعها وولف إلى موقع قرب وسط مدينة برامبتون. غادر السيارة ومعه حقيبة هوكي بالقرب من منطقة الوادي. ثم رأت ماري وهو يعود ومعه الحقيبة، وكأنه يحمل شيئاً ما فيها. بينما وولف يضع الحقيبة في صندوق السيارة، لاحظت ماري بقعة غامقة اللون على قاع الحقيبة الممتلئة. قال لها وولف إنه زيت يتسرب من الداخل. أظن بأن ماري سألت أسئلة أخرى، ولكن نظراً لطبيعة علاقتهما كانت حذرة من أن تسأل الكثير من الأسئلة. بعد مغادرة برامبتون، بحثا عن منطقة معزولة ليخبئ فيها وولف الحقيبة. على بعد ساعة شمالي المدينة توقفا قرب غابة، واختفى وولف بحقيبته بينما انتظرته ماري في السيارة. بعد دقائق عاد خالي الوفاض. وبعد عودتهما أمر الصغير شون بتنظيف بقعة بقيت في صندوق السيارة. لكن الولد الصغير وصديقه عرفا أن البقعة كانت دماً بالإضافة إلى الرائحة، وبدأ يشككان في الأمر حينها، لكنهما لم يقولا شيئاً. وبقيت البقعة ظاهرة عندما أعادت ماري السيارة لمكتب التأجير. بعد أسابيع قليلة غادروا جميعاً أونتاريو. اتجهوا شرقاً إلى نوفا سكوتشيا، المقاطعة التي ينحدر منها دوغلاس وورث. لاحظ إيريك ديلي أحد السكان المحليين قدومهم. بعد أن وصلوا إلى هنا استأجروا منزلاً وأقاموا فيه، لكنهم ظلوا معزولين، لم يبدوا ودودين كثيراً. لم يعلم الكثيرون عن ماضي وورث الإجرامي الطويل، لكن أقاربه الذين يعيشون في أنحاء نوفا سكوتشيا يعرفون جيداً نزعته للعنف. لم تكن العائلة مسرورة لعودته ثانية، كانوا مرعوبين منه وكذلك الشرطة المحلية، وذلك بسبب قدرته على إيذاء الناس والإفلات من العقاب. كانت مخاوفهم مبررة، فخلال أسابيع قليلة على قدومه بدأ وورث بالاعتراف للآخرين. تكلم بصراحة مع أخته شارون لويس وزوجها واين عن جريمة ارتكبها في برامبتون. هذه المرة تحدث عن جريمة قتل. حدثت نقاشات تفاخر فيها دوغ بقتل رجل في برامبتون، وكيف تشجر معه وضرب الرجل وكسر قدمه، وكيف أنه غير مستعد للعودة إلى السجن بسبب أحدهم، لهذا قتله لأنه لم يكن أمامه خيار آخر. أرعب هذا واحد الذي لم يعرف ماذا عليه أن يقول. كان دوغ صريحا جدا وحاول تبرير موقفه، وأنه لم يكن أمامه مفر، وأنهم عائلة واحدة ويجب أن يساندوه بغض النظر عما يحدث. بسبب الخوف والولاء للعائلة أبقى شارون وواين الأمر سراً، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين سمعوا اعتراف دوغلاس وورث. في 21 من نيسان عام 88 قابلت شون مستشار توجيه من العاملين في منظمة رعاية الأطفال، وهو شرطي محلي يدعى هيوم مير. وراء الأبواب المغلقة يظهر خوفه من دوغلاس وورث وحاجته للهرب من المنزل. كان قلقا جدا وكان يبكي، احتاج إلى وقت وعدة محاولات لتهدئته ليتمكن من التحدث ثانية. كشف عن إشارات تدل على الاعتداء عليه. كانت لديه كدمات حول الوجه ورضوض حمراء. كان يشعر أنه إذا لم يهرب فإن وورث سيقتله هو ووالدته. سأله الضابط موير عن الفترة التي أمضوها في برامبتون أونتاريو،
وسرعان ما أدى السؤال إلى اكتشاف مريع. لقد أخبرني عدة مرات بأنه سمع من أحاديث وورث اعترافا بأنه قتل شخصا ما. كنت مذهولا. في اليوم نفسه اتصل موير بشرطة برامبتون. تلقيت الاتصال وكان يتحدث عن رجل في نوفا سكوتشيا. كان يتفاخر بقتل رجل في فندق برامبتون، ولم تكن لدينا جرائم قتل لم تحل بعد. قال الضابط إن هذا جيد، ولكن هذا الرجل يقول إنه قتل رجلا في برامبتون، وإذا كان يقول ذلك فقد قتل شخصا بالفعل، ووفقا لأقواله هو من النوع القادر على ذلك. دون وجود جريمة أو تقارير عن رجل قتيل، كان لدى شرطة أونتاريو القليل لتحقق فيه. ولكن بالعودة إلى نوفا سكوتشيا بعد التحدث مع تشون ثانية، علم الضابط مير عن بقعة الدم في السيارة المستأجرة. على أثر المعلومة الجديدة، تحرك المحققان توي وفافيرو على الفور في برامبتون. مع أن شركات التأجير ليس لديها سجلات باسم دوغلاس وورث، إلا أنهم أشاروا للسيارة التي استأجرتها ماري كيلي. حصلنا على المفاتيح من الشخص الذي استأجر السيارة حينئذ. ذهبنا إليها وفتحنا صندوقها فرأينا البقعة. كانت غامقة. بدأت خيوط القصة تجتمع معا. فربما لم يكن مجرد سكين متبجح يعيش في الساحل الشرقي. ربما هناك مصداقية فيما يقول. قطرت السيارة إلى مختبر في تورنتو. صور الخبير الشرعي بيل توستايك البقعة العميقة قبل إلقاء نظرة متفحصة عليها. نزع خصلتين من ألياف سجادة صندوق السيارة وأحضرهما إلى مكتبه وبدأ اختباراته على الفور. أخبرنا أنه دم بشري وهو متحلل أيضاً. الشخص الذي نزف منه كان ميتاً وفصيلة دمه نادرة. قال أنها نادرة لكنها شائعة بين الهنود الأصليين. مع أنه لا توجد جرائم قتل لم تحل لرجال في ملفات الشرطة، لكن هناك تحقيق جار حول فتاة صغيرة من أصل هندي. لم تكن هناك أي إشارة حينئذ تدل على صلته باختفاء ترينا كامبل، ولكنها كانت حينها المفقودة الوحيدة منذ مدة. لم يكن تسلسل الأحداث مناسبا، وشعرنا أن لدينا فرصة بوجود صلة. عند اطلاع المحققين على تاريخ وورث الإجرامي الطويل، ازداد حدسهم أكثر. رأينا على الفور أن لديه سوابق في الاعتداء على فتيات مراهقات وفي الاغتصاب. بين ملفه أن ترينا كانت ضحية ملائمة له. إنه منجذب نحو الفتيات الهنديات الصغيرات. في نيسان من عام 88، يتحضر المحققان فافيرو وتوي للذهاب إلى نوفا سكوتشيا ليلقيا نظرة عن كثب على دوغلاس وورث، بينما ما زال أمامهما العثور على جثة ومعها أي دليل ملموس، إلا أنهم على ثقة بأنهم يتعقبون قاتلاً. كان كلانا، أنا وإد توي، مقتنعين بأن دوغلاس وورث قتل ترينا كامبل. نيسان عام 88، بعد 4 أشهر على اختفاء الصغيرة ترينا كامبل، وصل المحققان إلى نوفا سكوتشيا للتحقيق في أكبر دليل حصلوا عليه، وهو رجل يدعى دوغلاس وورث. مع أنه لا دليل يربط المدان السابق بالفتاة المفقودة، إلا أنه اعترف للعائلة أنه ارتكب جريمة قتل مؤخراً في مدينة برامبتون. بمساعدة وحدات الشرطة المحلية، وضع دوغلاس تحت المراقبة. تتبع المصورون تحركاته اليومية في بلدة بيكتو الصغيرة في نوفا سكوتشيا. كان ملف دوغلاس وورث يشير إلى أنه متحرش بالأطفال، فقد شهد وهو يفعل ذلك، وكان يختار الأولاد والبنات الصغار.
فحتى عندما كان دوغلاس وورث تحت المراقبة شوهد وهو يراقب ويتتبع الفتيات الهنديات الصغيرات، وهذا أكثر من دافع بالنسبة إلى شرطة الجوالة الملكية الكندية وشرطة بيتكو حتى يضعه كمشتبه أول. رغم ازدياد هواجسهم من أن دوغلاس كان وراء اختفاء تيرينا كامبل، ما زال لدى الشرطة دليل صغير للتصرف بناء عليه. كنا في مأزق كمحققين حينئذ، ونعلم أننا بحاجة ماسة إلى جثة، فإذا أردنا إثبات ذلك وأن هذا ما حدث فعلا، فعلينا أن نعثر على الجثة. في السادس من أيار بعد أسبوعين تقريبا من الاستجوابات والمراقبة، حصل المحققان على أكبر الأدلة منذ وصولهما إلى نوفا سكوتشيا. رغم رفضهما في البداية التحدث إلى الشرطة، إلا أن شارون شقيقة دوغلاس وورث وواين لويس زوجها غيرا موقفهما فجأة. في تلك المرحلة كان ضميرهما يعذبهما، وكانا مضطرين إلى إخبار القصة. تم استجوابهما كل على حدة، وحصلت الشرطة على إثبات باعتراف دوغلاس بجريمة قتل. ولكن شهدوا أيضا تطورا غريبا وجديدا في حالة المدان السابق العقلية، فكما لو كان يعرف بأن الخناق يضيق حوله، ازداد ارتيابه من أن أحدهم سيعثر على الشخص الذي قتله وسيعترف عليه، وبطريقة ما سيربطه به. الحل الوحيد أمامه كان مدرجا بالدم، عليه أن يقطع الرأس ويخبئه ثانية. أخبرنا بأن دوغ اتصل بهما طلبا للمساعدة ليعود ثانية إلى برامبتون حتى يسترد رأس الضحية، وأخبرهما دوغ بأنه لو نزع رأس الضحية فلن يتمكن أحد من التعرف عليه. ما قاله وفر للشرطة ما كانوا بانتظاره. ربما سيدلهم ارتياب دوغلاس وورث مباشرة إلى الدليل الذي لطالما أراد إخفاءه. أردنا العثور على الجثة، كانت مهمة جدا بالنسبة إلينا، لدرجة أننا وضعنا خطة لنعطي دوغ وورث بعض النقود ونتركه يستأجر سيارة، لكن على أن يظن بأنها من عائلة لويس حتى يذهب إلى مكان الجثة كي يستردها ويحفر ويتخلص منها ثانية. حتى ينفذ الخطة سيؤدي شارون وواين لويس دورا أساسيا. عرضت شارون المساعدة في البداية، كنا مقتنعين حينها بحقيقة أن دوغ لم يقتل رجلا في برامبتون، بل إنه قتل ترينا كامبل. كنا مقتنعين بذلك تماما. أظن أن ما غير رأيها وأن دوغ كان جليسا لطفلتيها الصغيرتين، كانت إحداهما في الثانية عشرة من عمرها كاترينا كامبل، وجعلها هذا تدرك أن عليها القيام بأمر ما، فهي أم أيضا. في تلك الليلة ذهبت شارون وواين لويس إلى دوغلاس، عرضا عليه $300 وسيارة مستأجرة من قبل الشرطة. لقد تلاعبا بارتيابه، أخبراه بأنهما موافقان على خطته وأيضا يريدان تنفيذها في أقرب فرصة ممكنة، وبدأ العمل. فخلال ساعة كان دوغلاس وماري في السيارة، وانطلقا في رحلة لعشرين ساعة عائدين إلى برامبتون أونتاريو. بدأنا بمطاردته مع فريق المراقبة من شرطة الجوالة الكندية، بينما سيارته تسير عبر نوفا سكوتشيا ونيو برانسويك. كانت الشرطة في أونتاريو تراقب تحركاته ووفرت سيارتي مراقبة إضافيتين. كانت مجموعة منا في برامبتون تتولى التحقيق، وكنا حلقة الوصل مع أفراد فريق المراقبة. كنا نتصل بهم بأجهزة اللاسلكي والهواتف طوال رحلتهم إلى برامبتون. السابع من أيار، الواحدة مساء، داخل كيبك، قاد لين فايرو وشرطة الجوالة الكندية فريقا جديدا بقيادة المحقق مايك سيدربيرغ، الذي انضم حتى يتسلم المرحلة التالية من المراقبة.
أبقينا السيارة تحت المراقبة طوال الوقت، فلم تغب عن أعيننا لحظة واحدة. كان يقود بالسرعة المسموحة، لكن عندما تولت هي القيادة وصلت سرعتها إلى 120. ولكن عندما استيقظ عادت السرعة ثانية إلى 90 أو 100 كحد أقصى لعدم جذب الانتباه. هذه كانت الفكرة من الرحلة. الثامنة مساءً، الآن في أونتاريو، ينعطف دوغلاس وورث فجأة إلى مدينة بورت هوب، وبدأ البحث في منشآت محلية. جعلنا تصرفه نحار قليلاً، وخرج رجال من وحدة المراقبة ليتبعوهما إلى المستودع، وتركا شخصاً في الداخل حتى يسأل المالك عما فعله هذان الشخصان، وقد كانا يبحثان عن رفش. رغم أنهما غادرا بورت هوب دون الرفش، فإن هذا المنعطف الذي سلكاه أقنع الشرطة أكثر وأكثر بأن خطتهم تسير على ما يرام. ظننا بأن لدينا الشخصين المناسبين، وكنا نسير على الطريق الصحيح حتى يقوما بما أردنا أن يفعلاه، وعاد ثانية إلى أونتاريو وكانا يتجهان إلى الجثة. كان باردا جدا ويحسبها جيدا، فقد عاد ليزيل أي دليل. السابع من أيار، 10:30 مساء، بعد قيادة لأكثر من 20 ساعة، وصل دوغلاس وماري إلى برامبتون أونتاريو، نفس المدينة التي يدعي بأنه ارتكب جريمة قتل فيها. مع وجود 3 سيارات مراقبة تلاحق خطواته كلها، تأمل الشرطة بأن يكشف عن دليل يوصلهم إلى جثة تيرينا كامبل التي تبلغ 12 من عمرها. كانت هذه خطة مذهلة، لم نكن متأكدين من أنها ستنجح، لكنها كانت تسير بلا أخطاء. كنا ملزمين بإلقاء مراقبة بصرية لهذا الشخص. رغم أن الشرطة تشعر بأنهما قد يتوقفان لقضاء الليلة، إلا أنهما لم يتوقفا. بعد استراحة قصيرة، عاد دوغلاس وورث إلى السيارة وقادها شمالاً خارج المدينة على الطريق نفسه الذي سلكه لإحضار حقيبة مليئة بالأسلحة كما ادعى. قلت يا إلهي، إنهما عائدان مباشرة وسيفعلان ذلك الآن. تابعوهم شمالاً إلى منطقة ريفية جداً حيث لا توجد سيارات أخرى. لقد قامت وحدة المراقبة بذلك دون أن يلاحظاها. بعد عدة ساعات انعطف دوغلاس وورث إلى بلدة تيرانوفا الصغيرة. كانت الساعة 2:00 PM الليل والظلام حارق. نحن متأكدون بأن دوغلاس وورث واجه وقتاً عصيباً في تذكر المكان الذي دفن فيه الجثة. الساعة 4:15 صباحاً، ركن دوغلاس سيارته إلى جانب طريق منعزل، وبقي هو وميري داخل السيارة. ظنت الشرطة بأنهما سينالان قسطاً من الراحة أخيراً قبل أن يكملا بحثهما. كان من الصعب حينها مواصلة مراقبة سيارته بسبب المكان الذي اختاره لركنها ودون أن يلاحظنا. كان أحد رجال الشرطة على الجانب الشرقي وآخر على الجانب الغربي من الطريق، وهكذا كنا سنرى الأنوار الأمامية لسيارته عندما يتحرك، وهذا سيمكننا من الابتعاد وإخبار الآخرين أنه تحرك ثانية. الخامسة صباحاً، ما زالت الشرطة تنتظر تحرك السيارة المستأجرة، وظهر تعبهم بعد الساعات الطويلة التي أمضوها. بقيت مستيقظاً 48 ساعة وغفوت ببساطة، وفي 6:45 كان أحد رجال الشرطة ينادي ويصرخ علي في الميكروفون وقد أجفلني هذا. استيقظت وأخبرني الشرطي أن السيارة قد اختفت وأنه توجد طريق أخرى كما كان واضحاً. كان الفجر يطلع والشمس تشرق وسيارة دوغ وورث لم تكن في مكانها. بعد 2 من المراقبة مشتبه به خطير في جريمة قتل يختفي بغموض، وتخشى الشرطة من أن خطتها المحكمة قد فشلت. كانت المخاوف كبيرة بأننا أضعناه للأبد.
كل لحظة كانت حاسمة، وقاموا بمحاولة يائسة لإنقاذ التحقيق. انتشروا في جميع الاتجاهات عبر الريف الواسع. بدأت أتذكر أين كان الليلة الماضية. كانت تيرانوفا قرية صغيرة وبعيدة جداً. بعد 20 دقيقة وعلى الجانب الآخر من الطريق، رأى المحقق سيدربيرغ وزميله فجأة السيارة المستأجرة لكن فارغة. حاولت الاتصال برجال الشرطة الآخرين في فريق المراقبة حتى أقول لهم إننا أمسكنا به في تيرانوفا، ولكني كنت خارج نطاق تغطية اللاسلكي، لذا قدت إلى أقرب تلة مرتفعة عثرت عليها وبدأت أصرخ في الميكروفون بأنني أمسكت به وأننا في تيرانوفا، وسمعت صوت طقطقته، ثم سمعت المفوض المحقق الآخر يقول حسناً، وأن اتصالي قد وصل، لذا بدأ الآن بجمع الفريق الذي انتشر في المنطقة. بينما سيدربيرغ يقود سيارته عائداً إلى السيارة المتوقفة، رأى شخصين يخرجان من الغابة. كان دوغ يحمل حقيبة رياضية سوداء في يديه. لن أنسى ذلك المنظر أبداً، وذلك الشعور الكبير بالارتياح الذي غمرني عندما رأينا السيارة متوقفة هناك. ثم رأينا دوغلاس وورث يخرج من الغابة ويحمل حقيبة، وبدأ أنه لم يعرنا أي اهتمام. في تلك اللحظة علمنا بأنه قام على الأرجح بما توقعناه، وأنه ذهب بالفعل إلى جثة وأخذ الجمجمة. بعد أن حصلا على ما كانا يريدانه، عاد دوغلاس وورث وماري كيلي أدراجهما جنوباً. بدلاً من أن يوقفوهما مباشرة، قررت الشرطة ملاحقة السيارة ليعودوا إلى برامبتون. كانوا يريدون إبعاد أي مجال للحجج. كان السؤال متى سنعتقله؟ وهذا جعلنا نفكر في كل الأعذار والقصص الممكنة التي ربما سيستخدمها في المحكمة. لم نرد إعطائه الفرصة حتى يقول لقد عثرت على هذا وأردت تسليمه للشرطة، أو كنت ذاهباً إلى مركز الشرطة. تبعناه وتركناه يمر بجانب مقر الشرطة في مدينة برامبتون. لذا كان أمامه خيار واحد فقط، وهو العودة ل400 كيلومتر إلى نوفا سكوتشيا، وظننا بأن الوقت قد حان. أخذ رجال الشرطة مواقعهم وجهزوا أنفسهم لعملية اعتقال خطيرة. كان محاطاً من جميع الجهات بسيارات المراقبة، ولم يكن يعلم بذلك. إن هذا على الأرجح الجزء الأهم في إلقاء القبض عليه، التوقف الفعلي. لم نكن نعلم إن كان يتوقع قدومنا أو لا. الثامن من أيار في برامبتون أونتاريو، أحاطت 3 سيارات شرطة متخفية بالسيارة التي يقودها المدان دوغلاس وورث. بعد تتبعه، إنهم مقتنعون الآن أنه يمتلك دليلاً قاطعاً في السيارة، وهي بقايا جثة. بدأت السيارات على المسارب الثلاثة بتخفيف سرعتها، وفي البداية لم يلاحظ ما يجري حوله، لكنهم خففوا سرعتهم أكثر وأكثر، وما أن بدأ يتساءل عن سبب تباطؤ هذه السيارات وما تفعله إلى جانبه، حتى اكتمل التطبيق بآخر سيارة وكانت النهاية المحتومة. فجأة انطلقنا واتجهنا إلى سيارته. We run back to his vehicle. حاولنا أن نكون سريعين قدر المستطاع، وحاولنا أن نفاجئه بحركتنا. كان منذهلا تماما ولم ينطق بأي كلمة. كان مصدوما إذ لم يكن يعلم بأنه مراقب حتى تلك اللحظة. اعتقل دوغلاس وورث وماري كيلي وتم حبسهما، وتركت محتويات السيارة على حالها لحين وصول الخبير الشرعي ستيفن روك إلى الموقع. طلبوا مني تصوير مسرح الجريمة، وهو إجراء عادي، فنحن نصور بشمولية كاملة مسارح الجرائم الكبيرة. هذا ما قمنا به، ثم التقطنا صوراً عن كثب للسيارة. بداية عندما وضعت رأسي داخل السيارة شممت تلك الرائحة، كانت أشبه برائحة اللحم المتحلل.
عرفنا مباشرة مع ماذا نتعامل. وعندما نظرت إلى المقعد الخلفي كانت هناك حقيبة رياضية وبدأ أنها مصدر الرائحة. صورت الحقيبة الرياضية ثم حركتها وفتحتها فوجدت أكياس قمامة فيها. التقطت صورا لها ثم أخرجتها من الحقيبة كيسا تلو الآخر. وعندما كنت أفتح كل واحد من الأكياس كنت أجد المزيد من أكياس القمامة. وعندما فتحت الكيس الأخير وجدت الجمجمة. بعد تحليل معالم الوجه أدرك المحققون أن السيناريو المرعب الذي توقعوه قد حدث بالفعل، فالجمجمة هي لفتاة صغيرة اختفت في شوارع برامبتون قبل 5 أشهر. بالنظر إلى صورتها والبقايا كان لها عيب مميز في أسنانها الأمامية. حينئذ أدركنا أنها جمجمة الضحية ترينا كامبل. في مركز الشرطة في برامبتون اتهم دوغلاس وورث بالقتل. في أول استجواب له من قبل الشرطة أظهر المدان السابق العنيف القليل من الندم. نظر إلينا ببساطة بينما نحن نتحدث. لم يكن الأمر يتعلق فيما إذا كان قد قتل ترينا كامبل أو لا. أردنا حقا أن نعلم حينها السبب. كنا نعلم بأنه قتلها ونحتاج إلى معرفة السبب. حينها ظهرت مشاعره لأول مرة عندما قفز من كرسيه. ضرب قبضتيه بقوة في الهواء وصرخ بأعلى صوته: من أنت بحق الجحيم؟ كان متعجرفا جدا، جريئا ووقحا. كانت نظراته خبيثة وكان الشر يقطر منها. ذلك اليوم عادت الشرطة ثانية إلى الغابة وعثرت على بقية جثة ترينا كامبل. رغم أن تحللها صعب تحديد سبب الوفاة، إلا أن هناك دلالات واضحة بأنها عوملت بوحشية قبل أن تقتل. تمكننا من العثور على بقايا هيكلها العظمية، ويمكننا القول أن ساقها قد كسرت قبل مقتلها. تمكننا من معرفة ذلك من بقعة الدم التي كانت على العظم. لقد عذبت هذه الطفلة الصغيرة ثم قتلت. صدمت أخبار الجريمة الوحشية أرجاء الدولة. كان أمراً مروعاً، أعني أنه مروع قطعاً. كان الأمر أشبه بالخيال، وكان من الصعب تصديقه. لا يمكن أن يكون هناك شخص لديه كل هذه القدرة على إهانة إنسان آخر. إنه شيء مربك. بينما هم يتحضرون للمحاكمة، وجدت الشرطة في ماري كيلي صديقة دوغلاس شاهداً ثميناً. رغم أنها اتهمت بالمعاونة في الجريمة، إلا أن التهمة أسقطت في النهاية. فالشك ضئيل في أنها شاركت كرهاً في مساعي دوغلاس وورث لإخفاء جريمته. كانت محطمة. لقد أسيء إليها كثيراً من خلال علاقتها مع دوغلاس الذي كان يتحكم فيها كالدمية الآلية. الثاني والعشرون من آذار عام 90، في واحدة من أقصر مداولات المحلفين في تاريخ القضاء الكندي، أدين دوغلاس وورث بالقتل من الدرجة الثانية. وكانت ردة فعله ثوران عنيف. كان دوغلاس يصرخ: أنا لست حيواناً. يا للسخرية، هذا بالضبط ما كنا نفكر فيه جميعاً. في اليوم نفسه أصدر حكم بسجنه مدى الحياة دون فرصة لإطلاق سراحه طوال 23 سنة. شعر المجتمع بالراحة بالطبع، وكان مسرورين جداً لأن هذا الشخص أو الوحش لم يعد طليقاً بعد الآن، فهذا بالضبط ما كان عليه. الخسارة المأساوية لترينا كامبل ساعدت في تغيير القوانين الكندية. فحقيقة أن دوغلاس وورث أطلق سراحه قبل 6 أشهر فقط من قتله لترينا، مع مزاعمه الخاصة بأنه سيرتكب جريمة جديدة
أججت النقاش حول طرق أفضل وطويلة الأمد لمعالجة المجرمين العنيفين. كان هناك الكثير من الجدل حول إطلاق سراح دوغلاس وورث وحول ما كان يمكن فعله لحماية المجتمع. لقد فشل النظام، نستحق جميعنا حماية أفضل من تلك. في عام 97 تم تعديل قانون الجنايات، وأعطي للسلطات وسائل أقوى لإبقاء المجرمين الخطيرين وراء القضبان للأبد. عندما أفكر في هذه القضية أرى صورة ترينا، أرى ابتسامتها الجميلة البريئة ومدى سعادتها في تلك الصورة والطريقة المأساوية التي انتهت بها. لم ننقذ ترينا كامبل، ولكننا أنقذنا مثيلتها من يدي دوغلاس وورث. إنه نوع من الإنجاز أن تكون فرداً من الطاقم الذي أمسك بشخص ما، وخاصة ممن يشبهون هذا الفرد من الطلقاء في الشوارع.